مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدي أعمل أنبوكسنج لواحد اثنين ثلاثة يجونا من أمازون. خلينا نشوفهم واحد واحد. حنبدأ بالصغار، نبدأ بهذا. ثلاث شغلات مهمة لك كل بيت، خلينا خاصة بوقت الفانديميك. أوكي، هدول عبارة عن ادم. وينك يا ادم؟ تيجي انبوكسينج معا؟ هاي ادم اجا. اهلين يا ادم. هذول عبارة عن وول اوتلت اكستندر وذ يو اس بي. هاي هم شايفينهم. اوه صغار بس anyway. فيهم تو لايت. لا فيهم ضو هون. فيهم 2 USB، 1 2 3 4 5 6 outlet. وهاي عشان الضوء، في هون ضوء بكبر بتطفيه بتضويه. بالاضافه الى ذلك في معهم رفوف، هذه صارت تقريبا في كل النيو outlet. بيجي رف هيك بلاستيك بتحطه فوق هيك، وبتقدر تحط عليه التلفون، وحاطين لك إلك هون عشان السلاك اليو اس بي. فيري نايس، ويل ميد. اوكي، فان شاء الله هاي اول شغله حنستخدمها. خلينا نشوف الشغله الثانيه. يلا نفتحها. هاي اتوقع اوكي هاي اوكي. هاي دي لينك، طبعا اللي بيعرف شركه دي لينك شركه كويسه كتير. هذه عباره عن وول اكستندر. خليني اشرح لكم شو القصه. القصه انه لما بتستخدم الواي فاي بطيء جدا، اوكي، فالافضل تستخدم، او مش بطيء جدا يعني ابطا من السلك، خاصه اذا بتستخدم كمبيوتر الافضل تستخدم السلك. طبعا عشان توصل سلك جوا البيت من المودم، بيوتنا كبيرة، هذا بوصل لك الانترنت عبر الكهرباء. اوكي، هحكي لكم كيف. هلا up to 1 ميجا 1000 جيجا 1000 ميجا وات. جهازين صغار زي ما انتم شايفين. هذا هو الجهاز، اوكي، هذا واحد ريسيفر بتوصل فيه السلك من المودم وبتحطه في الكهرباء، والثاني بس بتوصله بالكهرباء وبتحطه بال شو اسمه هذا، بتحطه هون في الكمبيوتر. فبصير عندك توصيل الانترنت مش عبر الواي فاي، عبر الكهرباء، وسريع جدا مفروض. وهذا اللي بيحكوا عنه، حنجربه و نبلغكم عن الموضوع. هذا موضوع مهم جدا جدا. الشغله الثالثه بدك تشوفها، تفتح انت. شوف هذا كبير. هذه امكني نسكرها عشان ما تجرح. اوكي، هذا هاي بالانسينج بورد. هاي عبارة عن جهاز كويس مهم جدا بالشتاء، بالوينتر لما يكون عندنا احنا في برد ما بنطلع برا، فهذا الشغلة مهمة كتير. طبعا هاي عبارة عن هاي هي بالانسينج بورد. اوكي، بيجي معها طبعا مودم، بيجي معها شو اسمه ريموت كنترول. بدنا نجربها زي ما انتم شايفين. اوكي، هيك زي ما انتم شايفين فيها ثلاثة مود. خلينا اشرح لكم فيها. اذا بتحط رجليك هون اكنك بتمشي كل 10 دقائق على هذا الجهاز، زي 60 دقيقة في الخارج. هو فيها فيبريشن زي 8. اذا بتحط رجليك هون اكنك جوجينج،
يعني ماشي سريع. اذا بتحط رجليك هون اكنك بتركض. فيها يو اس بي بتقدر تشحنها، بتحطها بتطلع موسيقى، وفي معها ريموت كنترول. خليني اشوف اذا الكهرباء اللي عندي يس بتزبط. اوكي هاي زي ما انت بلوتوث مود. اوكي بتقدر تشبكها على البلوتوث. حلو زي ما انت شايفين قاعده بترج. التايمر فيها بروجرامز anyway مش ما عرفناها لسه، حنجربها بالريموت كنترول. اكيد كل شيء بالريموت. هاي بروجرام 2 مثلا، هاي بروجرام 3. بحكي لك قديش الكالوريز وقديش الوقت وقديش المسافه اللي انت مشيتها. فثلاث شغلات سريعه جدا حبينا نورجيكم اياها. شو رايك ادم؟ تعملوا ريفيو على هدول البرودكتس، عملوا لايك كومنت وسبسكرايب وتشوفوا بحلقات تانية. يلا وقف على هاي، وقف انت شوف يا لا وقف رجل هون رجل هون كيف السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.